اهلا بيكم في السيشن الجديده من كورس سي سي ان ايه الجزء الثالث. السيشن دي هنتكلم فيها عن كونسبتس تخص النتورك سيكيورتي. نبدا بمجموعه من الترمينولوجيز والكلاسيفيكيشنز. نعرض مع بعض مجموعه من المصطلحات اللي هتقابلنا في عالم السيكيورتي. اول مصطلح هيقابلنا هو الاسيتس او الاصول. كلمه اسيت هنا بتطلق على البيبول، على الاكويبمنتس المختلفة زي السيرفرز، الراوترز، السويتشز، الفاير وولز، على الريسورسز بصفة عامة، ومن ضمنها الديتا. اذا الديتا عندنا الديتا الخاصة باليوزرز، بالانفراستراكشر الموجودة، بالسيرفيسز اللي موجودة في النتورك، كل ده بيطلق عليه في الاخر الاسيتس. اما كلمة vulnerability معناها weakness موجودة في السيستم، سواء في الديزاين او في الكونفيجوريشن او غيرها. اما ثريت او تهديد هو دينجر قد تتعرض له الريسورسز المختلفه الموجوده داخل الاورجنايزيشن بتاعتي، منها مثلا ان احنا يبقى في خطر لفقدان الداتا، خطر ديسربشن للسيرفيس، او ان السيرفيس اللي بتقدمها السيرفرز مثلا يكون فيها مشكله وما تتقدمش للريسورسز المختلفه الموجوده في النتورك، كل ده بيطلق عليه في الاخر تهديد. اما exploit هو معناه استثمار ال vulnerability بحيث يحصل منها تهديد. risk هو احتمالية حدوث الثريت ده او التهديد في ال consequence بتاعه. يعني مثلا لو عندنا احتمالية لل threat بنسبة 50%، ولو حصل الثريت ده هيأثر بنسبة 70% على السيرفيسز المقدمة من النتورك، بالتالي الريسك اللي هنقابله هيبقى حاصل ضرب البروبابيليتي الخاصة بالثريت في الكونسيكونس، يعني 50% في 70% أو 5/10 في 7/10. وأخيرا الميتيجيشن عندنا هي الإجراءات اللي لازم تتخذ علشان نقلل الريسك ده، يعني مجموعة من الإجراءات زي مثلا استخدام فاير وول، زي تعيين سيكيورتي اكسبرت، كل دية إجراءات بناخدها علشان نقلل المشاكل الأمنية اللي ممكن تحصل عندنا في النتورك. معنى كلمة vector of network attack الاتجاه اللي هيجيلك منه الاتاك. لذلك عندنا نوعين، عندنا external vector أو external threat و internal threat. external threat معناها ان الاتاك اللي جاي لي من بره النتورك، جاي لي من الانترنت مثلا. اما internal threat معناه ان التهديد اللي جاي لي او الهاك اللي هيجي لي جاي لي من النتورك الداخليه، من اليوزرز الموجودين عندي في النتورك او الموظفين اللي شغالين عندي في الشبكه بتاعتي. وطبعا تاثير internal threat بيبقى اكبر بكتير من external threat. ما ننساش نقول ان بصفة عامة جرائم الانترنت بقت دلوقتي شائعة وبتحتاج مجموعة من التولز اللي بتتطور مع الوقت، وممكن يكون في شخص ما هوش اكسبرت في مجال الهاكينج ولكنه معاه مجموعة من التولز المجانية او التولز اللي شاريها، ويقدر يعمل تأثير في النتورك بتاعتي ويعمل لي مشاكل أمنية في النتورك بتاعتي. لذلك من المهم ان احنا نحافظ على السكيورتي الخاصة بالنتورك علشان نحمي البيزنس بتاعنا من محاولات الهاكينج المختلفة. نتكلم على مصطلح الديتا لوس. من اسمه واضح هو فقدان للديتا، سواء بصورة متعمدة او بصورة غير متعمدة، او ستول ليها او سرقة ليها، او ليكج او يعني تسريب الديتا ديت للعالم الخارجي او لليوزرز على الانترنت. الديتا لوس هيؤدي عندي لمشاكل كتيرة جدا خاصة بالبيزنس، منها مثلا انه بيدمر الريبيوتيشن، السمعة بتاعت الاورجنايزيشن. متخيلين لو احنا عندنا بنك وبيانات العملاء اللي في البنك، ارصدتهم وتعاملاتهم الماليه حصل فيها تسريب على الانترنت، فبالتالي سمعه الاورجنايزيشن او البنك هتتدمر، هيبقى فيها مشكله كبيره.
وده طبعا هيؤدي للوس للكومبيتيتيف ادفانتج، يعني الميزه التنافسيه او المزايا اللي في البنك هيحصل لها لوس، لوس اوف كاستمرز، العملاء هيسيبوا البنك ده، لوس اوف ريفينيو هيأثر على الارباح بتاعه البنك ده، ممكن يكون في مشاكل قانونيه نتيجه الديتا لوس اللي عندنا، وده طبعا في الاخر هيؤدي لكوست زياده علشان نحاول نريكفر من المشكله اللي حصلت لنا اللي بتتمثل في الديتا لوس. هنا بقى لازم يكون في مجموعه من الكنترولز او من الاجراءات اللي تمنع عندي الديتا لوس اللي ممكن يحصل للبيانات الخاصه بالاورجنايزيشن. نتكلم دلوقتي على اتجاهات الداتا لوس، بمعنى منين ممكن يحصل عندي داتا لوس. اول مصدر ان يكون في انترسبتد ايميل، يعني في ايميلز متبادله ما بين اليوزرز اللي شغالين في النتورك وتم عمل انترسبشن او اتاخد منها كوبي او اتعرف محتواها، او انستنت مسجنج، رسائل متبادله مثلا ما بين الماسنجر او الواتساب او غيره من البرامج، فدي ممكن تحتوي على معلومات حساسة تخص الأورجنايزيشن. ممكن من استخدام unencrypted devices ان يكون عندنا وسيلة لتبادل البيانات، ولكن البيانات plain text ما هياش مشفرة، ففي الحالة دي لو حصل sniffing على الديتا دي او اتسرقت هيتعرف معلومات قد تكون حساسة على عملاء الأورجنايزيشن او اليوزرز الموجودين في الأورجنايزيشن. الكلاود ستورج ديفايسز، سنسيتيف انفورميشن موجوده على الكلاود، والكلاود الستورج اللي فيها مشاكل امنيه، فيها فولنربيليتيز، بالتالي ممكن يكون في ليكج للانفورميشن عن طريق الكلاود ستورج. استخدام اليو اس بيز في الاورجنايزيشن شيء ما هوش ريكومندد، لان ممكن يكون الداتا الموجوده على اليو اس بي سنسيتيف والفلاشة دي او الـ USB درايف تقع او يحصل لها فقدان، بالتالي الداتا دي تروح معاها. الهارد كوبي ممكن يتم كتابة information sensitive على ورق، والورق دوت يترمى في التراش، موظف تاني يسربه بره، فبالتالي الهارد كوبي ممكن تكون مصدر لليكج للconfidential data، لذلك يفضل ان يحصل تقطيع للورق دوت عن طريق شريدر كده، يعني باسكت بتقطع الورق علشان ما تكونش مصدر من مصادر تسريب الانفورميشن. لو عندنا ويك باسوردز لليوزرز ممكن يتم استغلال الاكونتس لان ليها ويك باسورد وعمل اكسس على الاجهزه المختلفه، وعن طريق الاكسس دوت يتم تسريب لكونفيدنشال انفورميشن تخص الاورجنايزيشن. نتكلم بعد كده على الثريت اكتور. الثريت اكتور هو ببساطه الهاكر، كلمه هاكر معناها شخص يعرف معلومات عن هاو تو اتاك النتورك، ازاي نحاول نعمل اكسس بصوره غير طبيعيه وغير مصرح بيها للاجهزه المختلفه باغراض مختلفه. ممكن نقسم الهاكر لثلاث انواع. اول نوع بنسميه وايت هات هاكر، وممكن نسميه ايثيكال هاكر. الايثيكال هاكر هو شخص عنده سكيلز تخص النتورك والبروجرامينج والادمنستريشن للنتورك ديفايسز والاوبريتنج سيستمز، وبيستغلها ان هو يديسكفر الفولنربيليتيز او الويكنسز المختلفه علشان نحذر الاورجنايزيشن منها، ونعمل الكاونتر ميجرز او الاجراءات المختلفه علشان نمنع الاكسبلويتيشن للفولنربيليتيز دي، استغلال المشاكل الامنيه دي في عمل ثريتس للاورجنايزيشن ريسورسز. اما النوع الثاني اللي بنسميه جراي هات هاكر. اما الجراي هات هاكرز هم اشخاص بيعملوا جرائم على الانترنت، ولكن مش بغرض منفعه شخصيه، هم بيبقى عندهم قضيه وعايزين يعلنوا عنها، زي كده مجموعات الانونيموس. والجراي هات هاكرز ممكن يعمل ديسكلوز للفولنربيليتيز الخاصه بالاورجنايزيشن، يعني يعلن عن المشاكل الامنيه اللي موجوده في شبكه اورجنايزيشن او شركه معينه،
بحيث انها تكون عرضه لهاكرز تانيين يعملوا اتاك على النتورك دي من خلال الفولنربيليتيز دي. اما البلاك هات هاكرز هم الاشخاص اللي بيعملوا جرائم على شبكة الانترنت والشبكات بصفة عامة بأغراض تخص البيرسونال جين زي التربح المالي على سبيل المثال. هنتكلم في السلايدز دي على تطور الهاكر. أول مرحلة بيمر بيها الهاكر اللي بنسميها سكريبت كيدز. سكريبت كيدز بيكون الهاكر ما عندوش اكسبيرينس في مجالات الاي تي المختلفة، فبيعتمد على مجموعة من التولز اللي غالبا بتكون مجانية علشان يحاول يعمل اتاك او يعمل هارم للأورجنايزيشنز والاجهزة اللي فيها والنتورك ديفايسز، وغالبا ده مش بيكون بهدف الربح، ده بيكون فور فن. اما المستوى الثاني من الهاكينج اللي بنسميه vulnerability broker، والفولنربيليتي بروكر ممكن نصنفه على انه جراي هات هاكر، وده بيحاول ان هو يديسكفر الويكنسز او الفولنربيليتيز الخاصه بالاورجنايزيشن نتورك ويقولها للسكيورتي ادمن او اداره الاورجنايزيشن دي، بحيث ان هم ممكن يدوله ريورد او برايسز لانه اكتشف الفولنربيليتيز دي. المستوى الثالث الهاكت فيزيتس. الهاكت فيزيتس دول جراي هات هاكرز بيعملوا كريمينالز بغرض التظاهر ضد حكومات مختلفة او اورجنايزيشنز مختلفة، وممكن يعمل ليكج لسنسيتيف انفورميشن تخص الاورجنايزيشن او الحكومات دي. الغرض هنا بيبقى بغرض لفت الانظار لقضية معينة او لسلوك معين بتعمله حكومة معينة. السايبر كريمنالز ده بلاي هات هاكر، ودوت ممكن يشتغل لنفسه او لحساب اورجنايزيشن كبيرة بغرض الحاق ضرر باورجنايزيشن تانية علشان يجت جين او ربح مالي منها. الستيت سبونسورد هاكينج دي مجموعات من الهاكرز اللي بتبقى مدعومة من الدول والحكومات المختلفة بغرض انه يلحق الاذى بحكومات الاعداء، او انه هو يجيت انفورميشن تخص جوفرمنتس تانية او دول تانية. ومعظم الدول بتوظف الستيت سبونسرد هاكرز لاغراض تخص حمايتها من الدول الاخرى او من اعدائها، ده طبعا بالاضافه لان هو يجيت انفورميشن يخص دول اخرى. لو جينا نتكلم بصوره تفصيليه اكتر عن السايبر كريمنالز والستيت سبونسرد والهاكت فيزيتس، هنلاقي ان السايبر كريمنالز يعتبر اقتصاد عالمي موازي، لان بيبقى فيه اكتر من نشاط زي مثلا بيع وشراء التولز الجديده اللي بتعمل اتاكس وعمل هجمات منظمة ضد organizations بغرض الربح وإلحاق الضرر بالمنافسين. وممكن يكون السايبر كريمنالز نشاط فردي أو نشاط جماعي أو في صورة شركات، كل دورها إن هي تلحق الأذى بشركات تانية في مقابل benefits من شركات منافسة. أما الهاكت فيزيتس فمثال عليهم الانونيموس جروبز والسيريال الكترونيك ارمي او جيش سوريا الالكتروني. دي مجموعات قد تكون منظمه او غير منظمه هدفها ان هي تعمل بروبلمز لجوفرمنتس او بيزنس بيساعد حكومات معينه. هو بيعتمد على مجموعه من الفريلي تولز في شغله في عمليه الهاكينج. الستيت سبونسرز هاكر دول قلنا ان هم مجموعه من الهاكينج بيرسونز بيبقوا تابعين لدوله معينه بغرض ان هو يلحق الاذى بدول الاعداء او يوقع نشاط معين او شركه معينه بتدعم الدوله دي.
مثال على الستيت سبونسرد هاكرز المالوير اللي اسمه ستاكسنت. ستاكسنت مالوير هو نوع من المالويرز ممكن نقول عليه وورم، واللي كان هدفها ان هي تعمل دامج في أجهزة المفاعلات النووية التابعة لإيران. الستاكسنت مالوير ده أو الورم اللي اسمها ستاكسنت كانت نتاج تعاون من دول مختلفة، منها USA ومنها إسرائيل ومنها ألمانيا. فدي كانت وورم مدعومة من الدول دي لإلحاق الأذى بدولة تانية. هنتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله السيشن القادمة.